الزبده والسكر وغلي معها تغلي كويس لمده 5 دقائق. وبعدين هننزل الايه، ننزل الفواكه اللي احنا عملناها، ندوق كده نشوف السكر عامل ازاي. هو طبعا جميل جدا، سكر مظبوط. نستنى لحد ما يغلي وبعدين نزوده ونحطه في التلاجة. لازم يغلي عشان ما يحمضش في التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كده احنا بنسرع من عملية التبريد عشان ما تتهريش الفاكهة، كمان ما تتهريش.